لازم هاد الامور كاين وقتهم غدوه ان شاء الله قال فوالا فان سيزون عندك فاكونس تحب تروح تعمل فاكونس تحب تصرف اموال ولا هذا من حق اللعب مي كي تكون اون بلان شامبيون لازم تكون سيريو. تكون هذه هي الحاجه اللي ما كاش في البطوله تاعنا. علي بن شيخ اللاعب الانيق خالد بن يحيى لاعب ترجي الرياضي التونسي عمل ايضا كمدرب للفريق الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي عمل في كثير من النوادي وعمل ايضا في مولودية الجزائر حقق نتائج طيبه تحدث في حوار مع وسائل اعلام تونسيه على المولودية وقال فريمون صراحه لما تكون مدرب في النادي هذا ولا تلعب في هذا النادي سي ان بو سبيسيال قالك تحس بواحد الفخامه في ظل النتائج الايجابيه وايضا كي تكون نتائج سلبيه تشعر بحاجه سبيسيال. في كل مرة أسألكم هذا السؤال أنت وربما أمين وحتى علي بن شيخ أو محمد قاسي سعيد ما لعبش في مولودية الجزائر ولكن لعب ضد مولودية الجزائر يعرف معنا ولكن عنده شقيق ولعب في مولودية الجزائر على كل حال هل حتى الأجانب يشعرون أنتم كلاعبين أو كجزائريين مقبولة أنت كنت نجم نجوم في مولودية الجزائر أنا ذا كان عندك جماهير غفيرة تتنقل من أجل مشاهدة علي بن شيخ لكن يقول حتى لو يكون لاعب عادي ما هوش نجم فوق العادة لكن لما تلعب في مولودية الجزائر كان حاجة سبيسيال كان أنكاشي كان هذه أجانب قالوها وهذا مدرب عربي ومدرب تونسي ولاعب سابق ومدرب قالها أيضا لماذا؟ لأنك برمير موت لعب في في, في قولوا باش ما نغلطوش لو بلي غران كلوب دالجيري في ليستوار لي التاريخ تاعو ماشي غير لي تيت كان جياسكا اكثر مولودية ولكن في ليستوار تاعو بلي غران كلوب عنده قاعده جماهيريه كبيره وتبع بزاف هذا الفريق بارابور دوت كلوب اللي عندهم شويه جماهير بصح ما يتبعوهمش كيما المولودية فهمني هو يعرف المولودية اترافير كانال الفوتبول اللي كانت تلعبوا المولودية سي ان فوتبول في المستوى العالي دونك ولكن مازال ماهوش غران كلوب مولودية مازال ماهوش كبير مي مازال ما كبرش كيما الاسم راهو كبير دوكا راهم برومي لا مش تكلموا على الان هو او يتكلم عليه على قالك لما تلعب في هذا النادي ولا تكون مدرب في النادي تحس بحاجه سبيسيال انا حبيت نعرف شنو هي سبيسيال اسكو سي كيما تحكي انت التاريخ تاع النادي تاريخ ثوري وتاريخ على العموم وايضا الجماهيريه تاع الفريق عنده جماهير بارتو في الجزائر 58 ولايه وين تروح تلقى بتاكيد انصار تاع مولوديه او في حاجه اخرى قالك حتى كي يكونوا النتائج سلبيه تشعر بفخامه هذا النادي حتى كي يكونوا لي موفي ريزولطا علاش يعطيك كان قلت لك يا رضوان اسكو غير على جال التاريخ وكذا فقط قلت لك لا ماشي التاريخ فقط خليني نكمل انا قلت لك لان كان تاريخ عطيتك واش خلاص هذيك اي خلاص ما لا ريبونديت لك مع لا بصح انت تقول لي دوكا راهو الان راهو في المرتبه الاولى انا مش حكيك على دوكا ماشي هذه خليني نجاوب يا رضوان تفضل معليش تفضل خليني نجاوب انا تكلمت لك قلت لك خلينا تاريخ غران كلوب وكذا في التاريخ لان درك في الجزائر ما كاش غران كلوب في الجزائر ما كاش باسكو غران كلوب واش حاب يقول عنده اون استوار منظم عنده سونتر عنده ليكيب ديريجونت اللي تسير لا سيلي دو كومونيكاسيون محطوطه توتي بروفيسور هذا يولي غران كلوب اليوم مولوديا باش اللاعب السابق والانترينور واسمه خالد بن يحيى او يتكلم واش سبيسيال سي البوبليك باسكو كي تدخل سي يعني استوار موراها يعرف بلي هذا الكلوب كان يلعب فوتبول ويعرف هو شاف هذا الفريق يلعب وزيد البوبليك اللي عندك ما ينجمش مام يخسر شتو واش قال لك هذه سبيسيال ما كاش حاجه سبيسيال ما كاش انا طرحت لك الاخرى باش تفهم الناس بلي لان غران كلوب يكون منظم يكبر ماشي اليوم راهو كبير بالريزلتا وبالبوبليك بالستيفو تاعو الغاشي لنا احنا ان شاء الله الكلوب هذه الحق يكبر تاع الصح على بارابورا تو سا اللي راني نتكلم كاع عليك بالتنظيم باب ان ادمنستراسيون في المستوى الكومونيكاسيون تكون في المستوى كل شيء يكون في المستوى ما يكونش شويه الفوضى اليوم ان شاء الله الفريق يلعب على التيتر
ان شاء الله يتمنى العام الجاي تنظم. نولوا الحديث بعد قليل على ذلك. يعني كما يقول رضوان وشهاده وشهاده شاهد من اهلها من اهلها. علاش نقول لك هذا؟ خالد بن يحيى ما لعبش نادي صغير في تونس، لعب في اكبر نادي في تونس اللي هو الطرجي، واحد من اكبر انديه في افريقيا، في افريقيا قاعده جماهيريه كبيره، ماشي كيما النادي الافريقي. معليش انا هضر رضوان، في النادي الافريقي هو المولوديا تاع لا لا غلط، قاعده جماهيريه كبيره الطرجي، ما من كلوب افريقيا، والتنظيم ديالو كبير جدا. يعني هذا اللاعب لعب في هذا النادي ويعترف مشى في الجزائر، يعني شيء كبير. لو كان جا من فريق صغير نقول لعب في سي ا بي بيزيرت ولا في المرسى وجا المولوديه تخلع، ولكن لعب في الطرجي وشاف واش صاير في المولوديه. سي بوسا قلت له بالك ممكن حتى الجماهير عندهم ترجي رياضي، ممكن كاينه حاجه خاصه في مولوديه الجزائر ما كانش في نوادي اخرى. حتى اللي لعب في الاهلي المصري واللي هو نادي القرن وفريق عنده عراقه وعنده القاب يقول لك المولوديه سي سبيسيال، الجميع اللي يلعب فيها ولا اللي يجي يشوفها يقول لك حاجه سبيسيال، ربما فيها سر يعرفوه البعض وربما ربما يعرفوا البعض اللي ما لعبوش كاع في المولوديا اللي ما يعرفوش واش الاستوار تاع لا لا ربما ما لعبوش من سر هذا. انا بنا كاين كاش نيوكليير ندير حاجه واش من سر، ما كان حتى سر. سي تان كلوب اللي عنده تاريخ، سي تان كلوب اللي كان يلعب فوتبول في الضامه في الواد تاع صح الضامه في الواد، هاد الطراجي اللي يقول عليها تما في تونس، وكانوا الناس وكانت الضامه في الواد تماتيك وفي تونس دينا لا كوب دي مغرب تما ولا دوزيام فينال تما تونس مع مع خسرنا بلي بيناتي. واش بيكم واش مسر؟ ما كان حتى سر. الشباب الشباب نعطيك ليكزومبل تاع الشباب سي ار بي بالوزداد، واش مسر عندها تاع بكري؟ السر تاعها عندها ماشينه تدخل تضربك بخمسه باربعه بسته وتجي رايح، والعام الجاي تعاود لك، ولا حتى حبسوا الرجاله تاع الصح اللي كانوا ضامه في الواد. هذا هو السر، ما كان سر حاجه اخرى، ما كان سر. يعطيك الصحه ما كان سر. معليش يا سيدي بالك خاك خبى علينا عليه، ما حبش يعطينا السر. خلينا نبدلوا القاره ونروحوا لرابطه الابطال امين اكساس والقرعه، قرعه رابطه الابطال وتصريح غوارديولا في تصريحات الاسبوع. القرعه كشفت عن مباريات ناريه، اعطينا قبل ما نروحوا للربع نهائي نبقاو في الثمن النهائي، اعطينا البروجرام الاول. ارسنال مع البايرن واتليتيكو مدريد تواجه بوريسيا دورتموند، ريال مدريد مانشستر سيتي قمة هذه الجولة، وأيضا باريس سان جيرمان مع برشلونة. الفائز الآن تقدر تعطينا البروغرام الموالي، الفائز من أرسنال مع البايرن سيواجه الريال أو سيتي، الفائز من الريال مع سيتي، والبارسا مع البي اس جي، الفائز من برشلونة مع باريس سان جيرمان سيواجه الفائز بين بوريسيا دورتموند وأتليتيكو مدريد. أسماء أو مباريات كبيرة وكبيرة جدا، ونهاية موسم ستكون رائعة أمينة إن شاء الله. حنشوفوا متعة في كرة القدم، قمة نارية بين سيتي وريال مدريد. اليوم تشوف تكلم يتكلم غوارديولا قالك حنواجهوا ملوك ثالث مرة ملوك أوروبا، والمأمورية مش وقال ملوك أوروبا ملوك أوروبا باسكو يلعبوا في أوروبا فهمت. دونك بون حتكون منافسة شرسة بين الفريقين، ما يخفالكش رضوان سي هذه هي المقابله الثالثه اللي حيتلاقاو. اول خطره فازوا عليهم داروا عليهم ريمونتادا الفريق ريال مدريد، ماشي رمضان تاع العام الماضي، رمضان اللي قبله. والعام اللي فات شفنا سيتي اداء ونتيجه تغلب على ريال مدريد وجاز على ما اعتقد للنهائي محمد النهائي. وهذا الموسم هذا حنشوفوا ثاني كاردو فينال في القمه ثاني رائعه، ثاني باير ثاني ارسنال اللي ثاني زوج فريق ارسنال اللي راهو حاليا راهو في المركز الاول في البطوله الانجليزيه، راهو يقدم موسم رائع. بايرن ميونخ هذا العام في المركز الثاني، ما راهوش باير اللي تعودنا عليه، راهو عنده نتائج متذبذبه. وتشوف ثاني قمه ثاني تاع باريس سان جيرمان وبرشلونه اللي حتكون ثاني قمه ثاني واعده، وحتكون برشلونه شفناهم مقبله ضد اتليتيكو مدريد اللي ادى مقابله كبيره ب كيفاش يقول باطفال صغار بشبان. دونك كاين مقابله ثانيه الرابعه ثاني دورتموند اتليتيكو مدريد، شفنا اتليتيكو مدريد ضد الانتر شفنا مقابله قويه، ادى مقابله في القمه. اتليتيكو مدريد اللي تعودنا عليه يلعب بخطه دفاعيه
ضد الانتر انتر دو ميلون شفناه في الهجوم وفاز على ضربة الحظ. نعم ان شاء الله الاربع مقابلات هادو ما حنتمتعوا بكرة القدم. علي بن شيخ، السيتي سيواجه ريال مدريد قمة نارية نهائي قبل الاول، كثير كان ينتظر فيه نهائي ربما، البارسا مع البي اس جي. انا اقول لك حاجة، تيراج وصور خرج في القمة كاع لي ماتش شابين، كاع لي ماتش شابين بيان سور كاين ان دوغري بلوس دو بين الريال وسيتي، هذيك حاجه واضحه، ولكن كاع لي ماتش راح نشوفهم في القمه بي اس جي بارسا كيف كيف، لان رام 50-50 شكون اللي راح يجوز. ما نساوش ارسنال تنجم نشوف فيها، انا نشوف في ارسنال ممكن تروح، ممكن تروحهم فينال، لان عندهم فريق يلعب كره القدم في المستوى. سكياد بيان في هذا الفوتبول هذايا، فاش مليح في هذا الفوتبول ما فيه حتى معرفه، كار في كات كلوب كات اونترينور اسبانيول تاع البارسا، كاع اونسيان جوار في البارسا كاليفي في اربعه اون كارد فينال تشامبيونز ليغ. يا اخي فوتبول يا اخي محمد.